بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الله جل وعلا يشمل ذكره بالتهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار، وذكره أيضا بالعمل الصالح، وإن الطاعة كلها ذكر لله عز وجل، قولية كانت أو فعلية في رمضان أو في غيره. فيشغل الإنسان لسانه وقلبه وفكره بذكر الله سبحانه، وتلاوة القرآن ذكر لله عز وجل، التسبيح والتهليل ذكر لله، وسائر الطاعات كلها ذكر لله، قولية أو فعلية أو قلبية. فالإنسان يشغل حواسه وقلبه ولسانه وأعماله بذكر الله سبحانه دائما وأبدا، وفي رمضان أكد من غيره. وليس معنى ذلك أن كل حركات الإنسان وتلفظاته تكون كلها ذكر لله وطاعة، يجعل لحياته فرصة في الأكل والشرب والنوم وطلب الرزق وغير ذلك، لكن مع هذا هو ملازم لذكر الله. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. يذكر الإنسان الله عز وجل وهو ماشي، ويذكر الله وهو جالس، ويذكر الله وهو مضطجع، يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يذكر الله على كل حال. وذكر الله باللسان لا يكلف الإنسان، اللسان لا يتعب بخلاف الأعضاء الأخرى، فإنها تتعب إذا حركت بالطاعة وفي العمل، لكن اللسان مهما حركته لا يتعب. فحركه بذكر الله عز وجل على كل حال، فأنت دائما تكون ذاكرا لربك في كل حركاتك وسكناتك ومشيك وجلوسك ونومك، وإذا استيقظت من الليل تذكر الله عز وجل، وإذا استيقظت آخر الليل تذكر الله، وإذا عند النوم تذكر الله، أنت ملازم لذكر الله عز وجل. ومن ذكر الله جميع الطاعات، من صلاة وصيام وحج وتلاوة للقرآن والتسبيح والتهليل والتكبير، كله ذكر لله سبحانه وتعالى. فعليك أن تلازم ذكر الله وطاعة الله في رمضان وفي غيره، ولكن رمضان يكون محركا لك ومربيا لك ومنبها لك، قد تكون ساهيا في حياتك، إذا جاء رمضان استيقظت، فلتكن هذه اليقظة دائما بعد رمضان، ويكون رمضان مفتاح خير لك وموقظا لك. هذا هو الذي ينفعه رمضان ويستفيد منه. ومن أعظم ذكر الله عز وجل تلاوة القرآن، وهي في رمضان أفضل من غيرها، لأن رمضان أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ نزول القرآن في رمضان، في ليلة القدر ابتدأ نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان في ليلة القدر، وتواصل نزوله خلال 23 سنة إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل منجما حسب الوقائع والحوادث. فرمضان هو شهر القرآن، فليكثر من تلاوة القرآن في رمضان. وكان جبريل ينزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة من شهر رمضان يدارسه القرآن، والرسول يعرض القرآن على جبريل عليه السلام كل ليلة من رمضان، يعرض عليه
القرآن. وفي السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين في رمضان كما جاء في الحديث. إذن شهر رمضان أخص بتلاوة القرآن من غيره، فالمسلم يكثر من تلاوة القرآن، وكل يقرأ على حسب استطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وكذلك ما هو لازم أن الإنسان يحفظ القرآن كله أو يقرأ القرآن كله، بل يقرأ ما تيسر معه من القرآن. من لم يحفظ إلا جزء من القرآن يردده، من يحفظ خمسة أجزاء يرددها في رمضان وفي غيره، لأن كله قرآن، كله وبعضه كله قرآن، حتى الآية الواحدة قرآن، فيردد القرآن ويكثر منه دائما وأبدا. وفي رمضان أخص لأنه نزل فيه القرآن، فيكثر المسلم من تلاوة القرآن، يكثر المسلم من ذكر الله، من أنواع الذكر. الصلاة ذكر لله فرضها ونفلها، فيحافظ على الفرائض في أوقاتها، وأيضا يأتي بما تيسر من النوافل، لا سيما صلاة التراويح مع الإمام، صلاة التهجد في آخر الشهر مع الإمام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالمسلم ينتهز هذه الفرصة العظيمة فيشغلها بطاعة الله عز وجل. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.